أهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيدة. كنبغي نرحب بكم كاملين، البنات القدام والجداد، كنقول لكم مرحبا بكم. واللي مازال ما شاركش يضغط على الزر الأحمر الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. واليوم غادي نتقاسم معكم يعني الفطور ديالي أو الطاولة ديالي ديال الإفطار، اللي بحويجات اللي بساطين، وأهم الأهم من هادشي كامل وهو أنهم صحيين. يعني دائما كنحاول نبعد على المقليات او ما شابه، يعني الحويجات اللي تيكونوا مضره للصحه، يعني الانسان خاصو يتفاداهم ونكثروا من الخضر والفواكه. المهم النصائح اللي كيعطونا الاطباء اكيد راه كلنا عارفينها، ولكن بعض المرات كنتجاهلو وكنبغيو ناكلو شي حوايج اللي عارفين باللي هما يعني ماشي مزيانين. المهم خليكم معايا، غادي نشوفوا معايا الوصفات اللي غنحضر البسيطه، ويعني ماشي شي وصفات اللي معقده. كما كتلاحظوا هنا غادي نصيب البرغل، وضعت الزيت ومعلقه صغيره ديال الزبده على النار في الطنجره، وزدت عليها البصله والفلفله، هادو هما اللي وضعت في الطنجره حاليا كما كتلاحظوا. وغادي نحتفظ بها الطماطم وقزبر ومعدنوس، نخليهم يعني حتى الاخر ديال الوصفه. وغادي نوضعهم، يعني البرغل راه زوين وفيه النشويات يعني، وحنا كنحتاجو الطاقة خصوصا في شهر رمضان. وهنا راه البصلة والفلفلة راهم كيتشحروا كما كتلاحظوا، غادي نخليهم حتى يدبلوا شي شوية. ودزت البرغل غسلته مزيان، غادي نحيد منه داك النشا اللي كيكون فيه باش ما يجينيش ملصق ومعقد هكاك مع بعضه. نغسلو مزيان ونخليه مرطب. المهم قد ما خليتوه مرطب تقريبا واحد نص ساعه ولا كيكون مزيان ويكون احسن، الزربه كيتنفخ وما كياخذش لكم حتى الوقت في الطياب. والبرغل راه مزيان البنات وصحي، واللي كثرتي يعني عندنا صحي صحي. والطماطم المركزه او هذه المعلبه كتبقى اختياريه، اللي بغى طبق يبقى صحي 100% ما يستعملهاش. والا بغيتوني نبارطاجي معكم الطريقه ديال التحضير ديالها في المنزل خليوا لي تعليق، وان شاء الله نبارطاجي معكم في القناه ديالي، وتعرفوا اشنو هكا يعني شنو كتاكلوا شنو كتستعملوا. والطماطم المركزه كنحتاجوها بزاف ديال الوصفات، يعني كندخلوها يعني كنحتاجوها بزاف، لهذا من الأحسن أننا نصيبها في المنزل. وضعت البرغل من بعد ما غسلته وصفيته، غادا نخلطه مع هاد المقادير كما كتلاحظوا. ودابا غادا نبدأ نوضع في التوابل. وضعت الفلفل أبيض، ثوم بودرة، زنجبيل، الملح. واللي بغى يستعمل توم يعني محكوك هكا عادي يستعملو يعني، والكركم. وغادا نخلط هاد المكونات مع بعضها، وغادا نضيف الماء يعني الكافي، ورا الشكل ديالو بحال يعني دائما كيبغي الماء يكون فايت بحال شكل ديال الرز، وهو كياخد شوية طياب على الرز وكيبقى قابض في راسو، ولكن حتى هو كيوجد بسرعه يعني ما كياخذش بزاف ديال الوقت. وبحال هاد الاطباق يمكن لكم توجدو متاع اخر لحظه يقرب الفطور باش يبقى داكشي مزيان وما ينشفش ليكم وما يشربش داك لاصوص اللي فيه. وهنا وضعت الطماطم اللي مقطعاها محيد على القشره، مقطعاها مكعبات، كتعطيني واحد المذاق وكتبقى هكاك باينه شي شويه، كتجي زوينه. المهم كما تلاحظوا وضعت الماء الكافي، ونرجع نكمل معكم الحوار ديال البرغل باللي الماء خاص لكنتو غادي نتوجدوه قبل الفطور يعني بوقت طويل، خليو فيه شوية ديال الصوص باش ما يشربش ليكم، وإلا كان الفطور قرب خليه يشرب شي شوية. مهم على حسب الوقت اللي عندكم نتوما، حيت لان شفتوه بزاف والفطور كان مازال بعيد ما كيبقاش ليكم داكشي مزيان، تقدروش يعني لا تسخنوا لا حتى شي حاجة تيكون ناشف. وهنا دزت باش نحضر السمك الابيض، قطعت قزبر ومعدنوس
ما رققتهمش بزاف، انا كنبغيهم يبقاو يبانوا شي شويه، واللي بغى هكا يرققهم مزيان يمكن ليه. وضعت شويه ديال الكركم، وهذا السمك راه زوين بزاف، وحتى هو الاسماك في شهر رمضان كنستهلكوه بكثره. وضعت القليل من الفلفل الابيض، الملح غير شويه ما كترش، والزنجبيل انا كنستعمله كيتواتى معاه، والكمون راني ما استعملتوش مع السمك، واللي كيبغيه يمكن ليه يستعمله. انا كيجيني بلا كمون كيجيني احسن، وبودرة ديال الثوم اللي ما عندوش اكيد يحك الثومة، وفلفل احمر بودرة، وانا البنات هنا روجت الفطور حتى لاخر لحظة، ما كانش عندي الوقت وقلت غادي نصور معليش واخا ما بينش لكم مقادير بالتفصيل، المهم راه كيبانو. وضعت نص حامضة عصير ديال الحامض وشوية ديال زيت الزيتون، ويمكن لكم تخلطوا غير بالماء وتزيدوا في الزيت من بعد. انا كما قلت لكم ما كانش عندي الوقت، يعني خصني نخدم كل شيء في مرة وما عنديش الوقت نبقى نتسنى، كنت خارجة ويعني ما كنتش غادا نصور، ولكن قلت معليش المهم غنبارطاجي مع البنات داكشي اللي كنحضر، يعني واخا عادي المهم بارطاجي معاكم وصافي. وجبت المول اللي غادا ندخل الفرن، قطعت البصله هكا يعني تكون شرائط طويله او شرائح هكا هاد الحجم، راه كدبل ما كتبقاش عندها هاد ما كتبقاش واقفه هكا، يعني كتهبط بسرعه. غادا نفرش السمك لانني ما استعملتش معاه الخضره، يعني غير السمك يفيلي لانني الخضره دايره شوربه ديال الخضر، يعني ما بغيتش ندخل السمك حتى هو فيه الخضره ودايره الشوربه ديال الخضر، المهم نكتفي بحاجه واحده. ووضعت السمك في الشرموله اللي وجدت، يمكن لكم تضيفوا شويه ديال الهريسه حتى هي كتجي مزيانه، وتزيدوا شويه ديال الزعتره، المهم داكشي كيبقى حسب الذوق وحسب كل واحد النكهه اللي كيبغي. وزدت واحد المعلقه صغيره مع شويه نص كاس صغير ديال الماء، درت فيه معلقه صغيره ديال الطماطم مركزه اللي كما قلت لكم يعني كنحتاجوها في بزاف ديال الاطباق، دائما كنحتاجو الطماطم مركزه في الوصفات ديالنا. وهنا قدي الطبق ديالي، وغدا ندير ليه الورق ديال الزبده وندير فوق منه الفيلم اليمونتير، وباش ندخله الفرن. وزينته بهاد الشرائح هادو او ديال الفلفله والحامض، كيبقى حسب الذوق، يمكن لكم تكتفيوا به غير هكاك وتلوحوا فيه شويه ديال الزيتون او لا، المهم داكشي اللي كتبغيو نتوما. ورجعت البرغل ديالي من بعد ما يعني طاب، وضعت فيه القزبر ومعدنوس في الاخير وخليته هكا. كما قلت لكم انا الفطور ديالي كان قريب، ولو خليت هاد شويه هكا راه شرب. ومن بعد زينته في يعني في الاطباق وحطيته في الطاوله. وهاد الشوربه ديال الخضار درت فيها القرعه الحمراء، الخيزو، قطعات ديال صغارين ديال اللفت، المهم داكشي الخضره كتبقى حسب داكشي اللي متوفر عندكم، وكتجي زوينه وبنينه. وهنا دست باش نحضر هاد لي زونديف وهاد لي زاسبرج، كيجيو زوينين وصحيين، واكيد البنات اللي كيديروا الحميه راهم عارفين بلي هاد الفوائد ديالهم كتيره، وحنا ما كندخلهمش في المطبخ ديالنا المغربي. مهم انا كنستعملهم دائما، الزوج ديالي كيبغي هاد الوصفات هادي، المهم كنستعملهم حتى انا ما كنتش كنبغي، شويه كانوا كيجيوني في شكل، مي دابا ولاو كيعجبوني صراحه، بقيت كندوقهم. غير داك غير لي زونديف تحاولوا تحلوهم من الوسط ديالهم وتحيدوا لهم داك القليب، انا قسمتهم على جوج، وكاين اللي كيخليهم صاينين، ولا خليتهم صاينين كتبقى فيهم ديك الحروره،
الوغ دائما خاصكم تحلوهم من الوسط وتحيدوا لهم داك القليب ديالهم باش ما تجيش فيهم ديك المرورة. واخا يتحلو لكم شي شوية ماشي مشكل. وضفت واحد طريف ديال الزبدة في المقلة بعد ما سخنات، وغادا نضيفهم هنا نخليهم يعني يتحمروا شي شوية. سديت عليهم المقلة الغطاية ديالها، نرش عليهم شوية ديال الملح أكيد والفلفل الأسود، يعني هادو هما التوابل اللي كنستعمل فيه أنا. وأكيد كل واحد وشنو كيبغي يستعمل، كي اللي كيضيف ليهم عصير ديال الليمون، كل واحد وداكشي كيبقى حسب. أنا ما كنبغيش نغير ليه يعني المذاق ديالو وندخل فيه شي حاجة أخرى، نخليه هكا على طبيعته. كما لاحظتوا وضعت القليل من الفلفل الأبيض والملح، وغادا نخليه هكا حتى يدبال. كما كتلاحظوا بالزربه كيهبط، ما كياخدش بزاف ديال الوقت، راه حتى هو طياب هو ولي زاسبرج، يعني ما كياخدوش الوقت بجوجهم. ودزت باش نقطع هاد البطاطا، هادي سلقتها نص سلقه بطاطا صغيره، ودرت ليها شويه ديال الهزير، شويه ديال الزعتر غير شي شويه، والملحه والفلفل الابيض، وهادشي اللي استعملت فيها. ودرت شويه ديال الزبده في المقله، سوطيتها وحطيتها جانبا، وخديت مقله وضعت فيها القليله من زيت الزيتون. يمكن لكم تستعملوا الزبده، اللي بغى يستعمل الزبده حتى هي راه كتجي زوينه وكتطري بسرعه. انا استعمل زيت زيتون مع لي زونديف، عفوا لي زاسبرج. وغادا نحركهم حتى هما بنفس الطريقه ديال لي زونديف، يعني ما كي توا ما كياخدش الوقت بزاف. وخديت واحد كنت مديره مسبقا هاد لي كروفات، درت فيهم التوابل ديالهم ودرتهم في دوك العويدات باش يجي المنيطر ديالهم زوين في الطاوله ديال الاكل. يعني كل واحد نحط له البروشات ديالو، وماشي بالضروره تستعملوا البنات هادشي اللي كنستعمل انا، هادو غير افكار. وهادوك يعني الخضار راهم متوفرين والخاصين ما غاليينش، يمكن لكم تكتفيو غير بالخضار وما ديروش الاسماك او لا، كل واحد شنو كيبغي. ولكن مره ما فيها باس، وخصوصا في شهر رمضان كنضلوا صايمين، يعني خاصنا ناكلو يعني كل ما هو صحي، ونبعدوا على الحوايج اللي كتكون مصنعه وفيها بزاف ديال المواد الحافظه وهذا الشيء. انا راه كتلاحظوا في القناه ديالي كنحاول ما امكن انني ما ندخلش نمشي دوك العصائر وهذوك او هذوك الوصفات اللي كيكونوا فيهم مواد حافظه، يعني ما كنبغيش ندي الاثم انا ديال شي حد. واخا المهم يشوفك واحد ويديره يقدر يأدي في صحته، انا ما نديروش، كندير داكشي اللي كناكل حتى انا في الدار ديالي، راني كنتقاسمه معاكم، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي مخبيه. هو انني انا القناه ديالي دار في اليوتيوب وهادي وهادي، قد ما ان الناس تطيب شي حاجه وتجيها مزيانه وتكون صحيه، وما يكونوش فيها، واخا يكون واحد المكون داخل فيها غير صحي، ماشي بحال وصفه كامله تلقاوها مضره للصحه وكتقول لك هادي انا ما كنقدرش ندير بحال هذوك الوصفات. وداكشي كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. وهنا دزت باش نحضر واحد هكا البروشات ديال لي فخوي حتى هو نزين به. واخا كنت مقطعه يعني قطعت اللح، وفي الاخير قلت غادا نوجد هاد، كان عندي الاناناس واحد الواطا وما استعملتوش، قلت خصني نحيدو عليا ما يبقاش تماك خصو يتستعمل. المهم هادشي كيبقى اختياري وصافي. المهم كنشارك معكم داكشي اللي انا اللي استعملت في الفطور ديالي وصافي. وهاد الطاوله اللي غنقدم لكم اليوم والله العظيم الا ديال الزربه، يعني انا ما مبروغرامياش باش نصور ما حتى شي حاجه، كنت جيت معطله، جيت وليدات مدرسه وتعطلت، يعني حتى لاخر لحظه عاد بديت قلت معليش نجر حتى انا الكاميرا ونبدا نتقاسم مع البنات داكشي اللي عندي في الدار. دائما نادم يكون واخا ما وريتكم داكشي بالتفصيل، راه بان كلشي بالتفصيل يعني المقادير، ولكن ما وريتكمش المقادير محطوطين فوق الطاوله لانه كيبقى بحال الروتين. وهنا الشوربه ديال الخضار، يعني الطبق ديال السمك، وهذاك الطبق ديال البرغل اللي حضرت معاكم. كما قلت لكم راه كاين شيف
وجا مقاد وزوين، ويمكن لكم تزينو يعني بالجانب ديالو بداكشي اللي كتبغيو نتوما. وهذه هي الطاولة ديالي البسيطة، سلقت البيض. وهذوك البنت اللي كانت سولتني قالت لي اختي واش كديري وسط، يعني واش كديري كمية كبيرة؟ راني كنسخن داكشي اللي كنحتاج، واخا كنحط فوق الطاولة راني كنحط غير باش هكا نشوف عيني تشوف داكشي، كنهزو كنديرو في الكونجيلاتور، كنخلي داكشي اللي راني انا غنستعملو، ما كنخليش كلشي هكاك محطوط وكياخد في سميتو. كنسخن داكشي اللي نحتاجو انا والزوج ديالي والوليدات. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش ليا بلي لايك وبارطاج مع الأصدقاء، ونتلاقاو إن شاء الله فيديو آخر. بسلامة.